أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد عبدو مجلي أن الجيش اليمني بالتعاون مع قوات التحالف العربي نجح في السيطرة على 85% من المساحة الجغرافية للبلاد بما فيها جزء كبير من العاصمة صنعاء. وفي السياق تمكن الجيش الوطني من تحرير معظم مديريتي نعمان وناطع التابعتين لمحافظة البيضاء حيث أسر 52 من عناصر الميليشيات. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على الخط الدولي الرابط بين منطقة اليتمة شمال شرق محافظة الجوف مع منطقة البقع في محافظة صعدة، كما استعادت السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي بمحافظة لحج بعد هجوم مباغت على مواقع الحوثيين أسفر عن مقتل وأسر عدد من تلك العناصر.